بمخافة الله، وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع إيسوس بخريستوس بشير مفنوتي إيطون خبي ونفشيني بيوفا بنوتي بي أقصاسي كيري من مزامير يا بي داود النبي بركاته على جميعنا. قوتي وتسبحتي هو الرب وصار لي خلاصا. صوت التهليل والخلاص من مساكن الأبرار. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة. الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهبون. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور.
تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم، ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. ليتم قول إشعياء النبي: يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: عيونهم أغلظت قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه، ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصير خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل لله بالذي آلني والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رزني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لما أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم.
وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال للآب هكذا أتكلم.